إذن على بركة الله وتوفيق مشاهدينا متابعي الكرام، تواصلنا يستمر من هذا الميدان ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. لنا عودة عن طريق مرمو أو هناك منار الذي قدمت عطوش كرعلي. التهنئة لسعيد بن صالح بن خالص العامري، سير بالشوط الرابع مشاهدينا متابعي الكرام، يحمل بيطيات عنوان الجعدان، حيث أني أتابع أسماء مشاركة دليلا متميز لهذه الانطلاقات الجميلة. سير مباشرة عن طريق مصدر على الانطلاق الأول، صاحب هذا الشعار سلطان بن خلاب الخادم الرميذي أتوم، بتابع المركز الثاني عن طريق الوسمي محمد بن مطر بن محمد الرميذي على المستوى الثاني، والمركز الثالث أسير مع شاهين عبد الرحمن بن محمد المسافري الذي ينطلق بهذا المسار المتميز نحو هذه الأسار الجميلة، والمركز الرابع على شعار عندك يا أبو حمد حمدان بن حمد بن بيات الرميذي يتابع هناك متعب الذي قادم بالمسار الثالث. أما المركز الرابع لنا عودة جميلة بالمتابعة الوصول عن طريق نسنا أحمد بن خميس بن الرميذي على المستوى الرابع، والمركز الخامس أعود مباشرة مع مصورنا يتابع له هناك الغدوم بقيادة خليفة بن جمع بن عتيج الرميذي، وصل على المستوى الرابع أو الخامس، والمركز السادس أرصدنا ما شاء الله هناك تجمع قادم بكل قوة، وصل من يراقب هذا الشعار الجاري الذي قادم بمتابعة حمد بن محمد بن خلفان المزروعي. هذه الأسماء الذي تشارك للنداء حتى هذه اللحظات، هذه الأسماء الذي تتميز بإنجازها الجميل والمنطلق، ولكن وين بعود إلى الشعار الأول، بسير إلى شعار التحدي ما شاء الله تبارك الله. هناك أبو خلف يهيمن على الصدارة يتولى هذا الشعار المعتاد، مصدر يا مصدر الذي بدأ يصدر إنجازه المتميز، ولكن المكافح قادم على المستوى الثاني خطير للغاية قادم بكل قوة حمد بن محمد بن خلفان المزروعي، والمركز الثالث عندك يا بن كسلة خليفة بن جمعة بن عتيج الرميذي على المستوى الثالث. المركز الرابع نتابع الوسمي الذي قادم بكل قوة محمد بن مطر بن محمد الرميذي، والمركز الخامس من يحمل رقم 9 نسناس الذي قادم هناك أحمد بخميس الرميثي على المستوى الخامس، والمركز السادس بتابع أول نداء لهذا الشعار من يحمل رقم 17 بالمتابعة، وصل بقيادة حامد بن ناصر بن علي النعيم. يا سلام الفهد قادم بكل قوة، أكمل نداء ولكن التحق الكير مثل الأخير عند الطريق ثلاث الأوائل، الثلاث الأوائل فية الجعدان المشاركة دليلا متميز ما شاء الله. الحوار جميل، الصراع الأغوياء من له الانتصار، راغب لي هناك، راغب لي الصدارة، راغب لي الصدارة مع البداية الجاري الجاري الذي يتولى صدارة هذا الشوط، انفرد ابو محمد بجدارة متميزة، حمد بن محمد بن خلفان المزروعي رجل التراث ما شاء الله يعودنا بإنجازه المتميز، ينطلق بهذه الرياضة الجميلة. المركز الثاني راغبنا هناك مصدر قادم بكل جدارة سلطان بن خلف الرميذي. المركز الثالث راغب لي من على بعد المسار عندك يا ابو جمعة خليفة بن جمعة بن عتيج الرميذي، ولكن هناك بنسير مع الجاري الجاري عصاته في الأبطال ما صدرت أوامر، أسعد صباحا يا المكافح بهذا الإنجاز المتميز، هو الداعم الرسمي لهذا الشعار جمعة بن محمد بن خلفان المزروعي، ولكن بعناية المتابعة حمد بن محمد بن خلفان يهيمن. خلاص سلام لأهلي سويحان، سلام تحية لميدان التراث، تحية من يرافق هذا الشعار المتميز، يلا يا رجل التراث. شكرا للمتابعة حمد بن محمد بن خلفان المزروعي، خلاص يسيطر سيطرة تامة، السلام لكم يا أهل سويحان، سلام تحية لميدان التراث، تحية تهانينا لحمد بن محمد بن خلفان المزروعي، والشكر موصول لأبو محمد جمع بن محمد بن خلفان. المركز الثاني وصل هناك من يحمل بقيادة حامد بن الناصر بن علي النعيمي، والمركز الثالث وصول جميل للغاية والتحركات، ولكن نتعرف إلى مركزنا الثالث، وصلنا إلى حامل رقم 6 تهانينا
اللي مالك هذا شعار خليفه بن جمعه بن عتيج على المستوى الثالث، اما المركز الرابع الثاني لاحمد بن محمد العامري، والمركز الخامس تهانينا لخلف خلف او سلطان بن خلف الرميث، المركز السادس حامل رقم 11 التوفيق لسعاده فرج بن علي بن حمود الظاهري. كل التوفيق للجميع.